على دهور أطفالنا وإن إحنا ننشأهم نشأة سليمة وجيدة، لازم ناخد بالنا من حاجات معينة في سلوكهم، في الأعاد، في شيلهم للأشياء، في شيلهم لشنطة المدرسة ما تبقاش تقيلة. وفي نفس الوقت لازم الطفل من صغره يتعود على ممارسة رياضة، نوع من الرياضة اللي بتبني الجسم. أي رياضة بتبني الجسم زي السباحة، زي الحاجات اللي فيها تربية بدنية بتنمي العضلات، زي الرياضات اللي هي زي فيها جودو، كاراتيه، سويدي، كل الرياضات اللي هي بتبني الجسم بتخلي الطفل ينشأ ظهره سليم وقوي، بحيث ان هو ما يحصلوش اي مضاعفات او اي اصابات نتيجة للاهمال اللي احنا متعودين عليه في بيوتنا، في قعدته، في مذاكرته، في طريقة شيله، في استعماله للحاجات الجديدة اللي هو بيلعب عليها الوقت، اللي هي زي 4G و3G موبايل، اللابتوب، الحاجات دي كلها بتؤدي الى لعبه وهو جالس، فبالتالي ما بيخليهوش يمارس الرياضة اللي بتنمي جسمه.